اخر مره قلت لمراتك انا بحبك كانت امتى؟ ولا انت متعود انك من الناس اللي دايما بتعبر عن حبك ليها بالافعال؟ ده سؤالنا يا جمانه الموجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا في انتظار اجابات حضراتكم. لكن دلوقتي خلونا نروح لدينا شرف عشان نشوف انسب طريقه هي تحبها للتعبير عن الحب، الافعال ام الاقوال. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانه، صباح السعاده والتفاؤل على كل مصيم في كل مكان. لا انا من فريق جمانه، الافعال والاقوال طبعا مهمين جدا. طمعين قوي يا جماعه. لا مش طمع، احنا زي ما انت بتحب تشوف الافعال بتحب تسمع الاقوال. يعني احنا هنقول ونعمل، واحنا كمان لازم نقول ونعمل، يعني الطرفين على فكره. يعني ده انا متفقه جدا ان مش على الراجل بس ان هو لازم يقول كلام حلو على طول ويعمل افعال قويه على طول، لكن بالعكس كمان الست لازم تكون بتهتم بجوزها جدا وبتحاول انها تبقى في افعال وفي اقوال. الافعال طبعا احنا كل الستات المصريه بتعمل الافعال وزياده بشكل كبير، والراجل المصري كمان بيقوم ده، لكن ان احنا نفتقد ان احنا نقول كلام حلو لبعض ده اللي احنا بقينا مفتقدينه دلوقتي. هي مش كلمه بحبك بس، في كلمات كتيره قوي. لما بنزعل حد بنقوله انا اسف، لما بيبقى طول اليوم في شغله بنبعت رساله او هو بيبعت لها رساله، دي تعبير عن الحب، انا فاكرك، وحشتيني، تعالي نلبس ونخرج او تعالى ننزل شويه. حتى كلمة خسيتي الست بتعتبرها كلمة حلوة بالنسبة لها، والراجل كمان لو قلت له انت شكلك حلو النهاردة، لو قلت لجوزك انت شكلك حلو النهاردة هو بيفرح. يعني خليكوا دايما بتقولوا كلام حلو لبعض، لان ده اللي بيخلي فعلا الروح كده مبسوطة وسعيدة بالحياة الزوجية، لان ده الاساس، المودة والرحمة، المودة والرحمة بالكلام وبالافعال.